بأنه عازم على الحج هذا العام إن شاء الله، ولكن عليه دين لشخص آخر وقد بحث عنه ولم يجد، يقول ماذا أفعل وهل لابد من موافقة صاحب الدين؟ أولا نقول من كان عليه دين فلا حج عليه أصلا حتى وأن لم يؤدي الفريضة، لأنه لم يفرغ عليه الحج حتى يوفي الدين، فليشتغل بوفاء دينه وإن أخر الحج سنة بعد أخرى حتى يقضي. وإني لا أعجب من حرص الناس على أداء الحج مع الديون التي عليهم وهم يعلمون أو لا يعلمون أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وأن من عليه دين فلا حج عليه، ومع ذلك يماطلون أصحاب الديون أو لا يماطلون، ولكن هذا غلط منهم بلا شك. نقول اقضي دينك ثم حج، وإذا كنت لا تعرف صاحب الدين فابحث عنه بقدر المستطاع، فإذا لم تجد وكان عندك مال واسع تعلم أنك تحج ويبقى لديك فضل كبير زائد على الدين، فحينئذ لا بأس عنه. نعم.